العربي يواصل تحليقه في بلاد الإغريق، بالهند يصدم غلاطا سراي لهذا السبب. القجع وأخيرا يؤكد سفيان أمرابط يخرج عن صمته ويكشف سبب فشله في هولندا، شبه رسمي حاكم في عملاق أوروبا. حمد الله يرسل رسائل مشفرة ويعتز بمغربيته، صراع قوي لخطف حكيم زياش. السلام عليكم خوتي، في هذه الفقرة الإخبارية السريعة، إذا كنت أول مرة تكتشف قناتنا فلتشترك معنا وشجعنا بواحد جيم. لننطلق سريعا في سرد الأخبار. قاد يوسف العربي فريقه إلى تجاوز باناتايوكوس من هدف نظيف يوم أمس الأحد في إطار الجولة 17 من الدوري اليوناني الممتاز، ليساهم بذلك في احتلال مجموعته لصدارة المسابقة المحلية برصيد 41 نقطة. وانتظر الدوري المغربي حلول الدقيقة 74 ليسجل الهدف الواحد في المقابلة، رافعا رصيده من الأهداف المنافسة إلى 10، إضافة إلى 5 أهداف أخرى وقعها صاحب 32 سنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. أثار يونس بالهند غضب مسؤولي نادي غلطة سراي، وذلك بعد رفضه كل العروض التي توصل بها، وقرر بطل تركيا الاستغناء عن بالهند في الميركاتو الشتوي الجاري. لذلك عرض عليه بعض العروض التي توصل بها، إلا أن اللاعب المغربي رفضها بسبب مطالبه المالية الكبيرة. وأشارت تقارير إعلامية تركية أن يونس يشترط راتبا مرتفعا على كل الأندية التي تريد الحصول على خدماته، وهو ما يدفع الراغبين في ضم تراجع عن فكرة التعاقد معه رافضة، دفع ما يطالب به بالهند. شدد فوز القجع رئيس الجامعة على موقفه الداعم لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي الكاف وسياسة تسييره للجهاز القاري. وقال القجع في لقاء مع الإعلام النيجيري أوساسو: سوف أستمر في دعم أحمد أحمد وسياسته التسييرية، وباعتباره رئيس للاتحاد الإفريقي، بل إنه يجب علينا بذل المزيد من الجهد بشكل أسرع لتطوير كرة القدم في القارة الإفريقية. وأشار القجع إلى أن الكرة المغربية ستبقى دائما مستعدة للمساهمة في تطوير الممارسة على الصعيد القاري، مشددا على أنه جميع الاتحادات القارية المساهمة في تطوير كرة القدم القارة. تحدث سفيان أمرابط متوسط ميدان هيرالز فيرونا الحالية عن التجربة التي خاضها في صفوف فينورد روتردام، والتي باءت بالفشل وغادر على إثرها إلى كلوب بروجا البلجيكية ثم فريقه الإيطالي في الوقت الراهن. وقال في تصريحات أدلى بها لصحيفة آد الهولندية: أعتقد أن الأشخاص لا زالوا يحتفظون بسفيان أمرابط العائد لسنة 2017-2017. على المرء أن يشاهد مباريات الدوري الإيطالية ليرى كيف يسير الأمر، إذا لم تلعب فإنك ستنسى سريعا. وأردف المتحدث نفسه قائلا: إنها طبيعة البشر، يتذكرون الأشياء السيئة أكثر من نظيرتها الجيدة. ارتكبت خطأ في إحدى المناسبات مع فاينورد أمام أياكس، ومن السهل استحضار ذلك أكثر من أي ذكرى أخرى إيجابية، إنه الجانب الصعب لكرة القدم. يستمر أشرف حكيمي في إضافة الأندية الكبرى إلى قائمة الاهتمام بخدماته، فبعد ارتباط اسمه بيوفنتوس في الوقت الراهن انضم بايرن ميونخ إلى ركب الساعين إلى الظفر بتوقيعه في الميركاتو الصيف المقبل. ذلك ما أوردته صحيفة ماركا، التي ذكرت أن النادي الألباني فتح قنوة الاتصال بمسؤولي ريال مدريد واستفسر عن وضعية الدوري المغربية، ذلك أن هذا الأخير لا زال مرتبطا مع فريق الملكية بعقد يمتد إلى صيف 2021. ذات المصدر الإعلامي الإسباني أشار إلى أن موقف الميرينجي من اللاعب لا زال لم يتخذ بعد، ويتأرجح بين الاحتفاظ به عقب نهاية فترة إهارة إلى دورتموند أو الاستغناء عنه تفاؤلا مع لفتة الأنظار مجموعة من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية. أكد عبد الرزاق حمد الله اعتزازه وفخره بمغربيته، إذ أنه يحمل الراية المغربية خلال الاحتفالات بفوز فريقه بكأس السوبر السعودية على حساب التعاون. ونشر عبد الرزاق حمد الله صورة له في تويتر يحمل كأس السوبر ويحمل الراية المغربية، وبيده فخر واعتزاز بفوز بكأس السوبر، ويشكر جماهير المريق وكل من يساند النصر السعودية. وشهدت مباراة نهائي كأس السوبر تكريما خاص من جماهير النصر إلى اللاعب عبد الرزاق حمد الله بمناسبة تتويجه بجائزة كلوب سوكر كأفضل لاعب عربي في الدورية العربية المحلية، إذ أنه خلال الدقيقة 9 من المباراة حمد الله يحمل قميص رقم 9، هتفت جماهير الفريق مرددة اسم حمد الله في مدرجات الملعب الجوهرة المشتعلة. وفي سياق متصل
اعتبر الإعلامي عبد الله الكعبي في مقاله أن الذي كان وراء مجيء عبد الرزاق حمد الله لاعب كبير يفهم في كرة القدم كثيرا، مشيرا إلى أن اللاعب المغربي استطاع أن يقدم الإضافة إلى الدوري السعودي الممتاز، وهي الإضافة التي عجز عن تقديمها لاعبون كبار مروا في الدوري في السنوات الأخيرة. يراهن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزية على نافذة الانتقالات الشتوية الحالية بغية تعزيز صفوف الفريق الطامح لإنهاء الموسم ضمن مراكز الأربع الأولى. وحسب ما كشف عنه إكسبريس البريطانية نقلا عن مصادر كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن مدرب أرسنال حدد حكيم زياش بغية التعاقد معه خلال الانتقالات الحالية من أجل تقوية خط وسط ما سيمكن المجموعة من حضور بقوة خلال شطر الإياب بالبريمير ليج. وأضافت المصادر نفسه أن المدرب الجينرز طلب من إدارة نادي عرض مبلغ 50 مليون يورو على نظيرتها من أياكس أمستردام مقابل الاستفادة من خدمات صانع ألعاب الأسود، لا سيما أن الجار والغريم توتنهام يرغب بدوره في الاستفادة من خدمات المايسترو. وكشف الجانب الهولندي عن موقفه من التوقيع المحتمل إذا شار إلى رغبة توتنهام في التعاقد مع اللاعب بينما يريد أرتيتا نقل المزيد من الخبرة لوسط ملعبه، ووقع اختياره على زياش بعد أن أعجب بأدائه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. شاركنا برأيك، إلى أي فريق تريد أن ينتقل حكيم زياش؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات أسفل هذا الفيديو.